الصحة والعافية والشفاء دكتور مستوى الأيام التكوينية التي تقام هنا في ولاية مبوادي تخص محاربة الحشرات الناقلة للأمراض وخاصة البعوض. هذا عندها الهدف تاعها أن نكون يعني المتدخلين في الميدان في كيفية معرفة البعوض الناقل للأمراض وكيفية محاربته بالتقنيات الجديدة. سوف نقوم بخارجات ميدانية لوضع حتى كيفية معالجة هذه الأوبئة التي تتواجد على ضفاف الوديان والمستنقعات والمواد التي تستعمل لإبادة هذه الحشرات.